عرفت لعبة التجديف بلعبة الأثرياء والوجهاء بين أبناء المحروسة في القرن الماضي، ويعود تاريخ اللعبة إلى المصريين القدماء الذين مارسوها بقوارب لا تزال رسومها حاضرة على جدران المعابد ولوحات البرد ومراكب الشمس في منطقة أهرامات الجيزة، ليكون خير شاهد وأكبر دليل على عراقة لعبة التجديف في مصر. ارتبط اسم اللعبة بأسماء الساسة وعلى رأسهم زكريا محي الدين نائب رئيس الجمهورية خلال فترة الرئيس جمال عبد الناصر، والذي تقلد رئاسة الاتحاد المصري للتجديف لأكثر من عقد، والدكتور مصطفى خليل وكان رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية بين عامي 1978 و1980، والدكتور فؤاد سلطان الذي تولى وزارة السياحة، وغيرهم من الوزراء وأثرياء مصر. وتعتبر لعبة التجديف أول رياضة رسمية في مصر، وشهد عام 1907 إنشاء اتحاد التجديف ليكون أول اتحاد رياضي مصري، وضم عدة أندية مصرية منها النادي الملكي للتجديف الذي أصبح بعد ثورة يوليو 1952 النادي المصري للتجديف، ونادي فؤاد الأول للتجديف الذي تحول فيما بعد إلى جامعة القاهرة، إضافة إلى أندية تابعة للجاليات الأجنبية في مصر. وشارك التجديف المصري في 10 دورات أولمبية، حيث كان الظهور الأول في أولمبياد لندن 1948 بمشاركة لاعب واحد فقط، وكانت آخر مشاركة في طوكيو 2020، وتعد المشاركة في أولمبياد أتلانتا 1996 الأفضل في تاريخ التجديف المصري بعد حصد اللاعب علي إبراهيم المركز الثامن. وكانت دورة أولمبياد بكين 2008 شاهدة على مشاركة أول فريق نسائي للتجديف المصري مكون من سارة بركة وفاطمة راشد، وحصل على المركز 17. ويشارك التجديف المصري في دورة الألعاب الأولمبية باريس بعدما تأهل 3 لاعبين وهم عبد الخالق البنا في منافسات الفردي ومحمد قوطة وأحمد خالد الزوجي، يحلمون بتحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخ اللعبة والتواجد على منصات التتويج.